كابتن غريب عبد الصمد على الهاتف طبعا، الله. واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار والسابقين طبعا، واحد من اللي اتكرموا امبارح. كابتن ابراهيم مساء الخير عليه. مساء الخير يا ابو الكباتن. تحياتي للكابتن. ابو الكباتن مستضيف يعني زعيمنا وزعيم الرابطه بتاعت اللعيبه القدامى. الحقيقه والله انتوا رجعتونا ايام الايام جميله والله، يعني ما تتصورش السعاده اللي كانت على وشوشنا واحنا بنقابل الزملاء اللي كنا بنلعب معاهم زمان وبنطمن عليهم. والحقيقه لمحه وفاء من الجمعيه الحقيقه يعني لا تقدر، مهما الواحد استحضر كلمات شكر وعرفان للجمعيه ودورها مش هيقدر يوفيها حقها. الحقيقه الايادي البيضاء اللي هي بتمدها لزمايلنا اللعيبه اللي ظروفها الاجتماعيه مش مظبوطه، الحقيقه ربنا يكتبها لهم في ميزان حسناتهم يا رب، ويوفقهم دايما ويدخلوا البسمه لكل الاسر الرياضيين اللي هم يعني ما شافوش ايام العز بتاعت اليومين دول. وتمنياتنا ليهم جميعا بصحه كويسه، ربنا يشفي زمايلنا اللعيبه اللي اصابهم المرض اللي شفناهم امبارح. انا كنت عايز اسالك على احساسك يا كابتن، بس انت ما شاء الله على طول يعني قلت لنا كل حاجه ممكن تكون فعلا ممكن تكون جواك على طول، لكن خليك يا كابتن. امبارح كان في نجوم كتير اكيد انت بقالك فتره ما شفتهمش، قول لي بقى منهم كده كابتن النجوم اللي انت كنت بقالك فتره. الحقيقه يعني كابتن فؤاد مورسي، كابتن سيد طباخ، كابتن مصطفى رياض، كابتن سيد عبد الرازق، اباظه، طلعت بتاعت رسانه، يعني كابتن احمد مصطفى زمالك، الجوهر الصغير زمالك، عباس فخري رسانة، يعني الحقيقه يعني لا تتصور كميه السعاده اللي عوشوشنا كلنا. يعني حته الالتقاء الجماعي ده. سياده اللواء بيقول لي في بعض اللاعبين القدامى بكوا من كتر فرحتهم بوجودهم مع زمايلهم القدامى اللي بقالهم فتره ما شافهمش، وحته التكريم يعني دي كمان يا كابتن. يعني اولا حته الوفاء بقت قليله، فالواحد لما بيحس بالامان اللي موجود واحنا قاعدين. الحقيقه يعني اولا بحييهم على التنظيم الرائع، وبحيي يعني المهندس خالد عبد العزيز والمهندس هاني ابو ريده الحقيقه اللي عليتهم الحفل. الحقيقه الفرقه الموسيقيه، التنظيم بتاع الحبل كله، الكابتن شوبير والمجموعه كلها، زيزو وربيع ياسين وجمال عبد الحميد والمجموعه، يعني كابتن ابو رجيله وتعبان وجاي على تعبه دوت بيكرمنا وبيوقفنا. يعني الحقيقه يعني مش قادر اقول لك قد ايه احنا كنا في قمه السعاده. اولا الجمهور كان كبير جدا، مجموعه كبيره جدا، ما حدش اتحرك من المسرح. يعني كله سعيد بالتواجد، مش عايز يمشي، ما حدش عايز يمشي 4 ساعات يعني، حتى بعد نهايه الحفل وخلاص ختموا وبنسلم وبنعمل، ما حدش عايز يمشي. كلنا واقفين ناخد صور مع بعض، وكلنا واقفين نلتقي مع بعض. الحقيقه ربنا يكرم اللي فكر في جمعيه اللعيبه القدامى ده، واللي بينفذ واللي بيساعد فيها واللي بيمد ايده دايما للخير لزبايننا اللعيبه. ربنا يسعدهم كلهم ويمتعهم بالصحه يا رب امين، ويديهم على قد نيتهم ويبقى في ميزان حسناتهم كل اللي بيعملوه يا رب امين. وطبعا يا كابتن يعني اكيد انت واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين ونجوم مصر، فبالتالي تواجدك وتكريمك امبارح ده كان شيء مميز ومهم يا كابتن ابراهيم. يعني والله حاجه جميله وانا دايما يا كابتن خلي بالك بقول دايما كابتن ابراهيم عبد الصمد هو اللي جاب لي النادي الاهلي، ما ده برضه تكريم لحضرتك. ربنا يخليك حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. شاكر جدا لكابتن ابراهيم عبد الصمد. واحد انا اللي متشكر على المداخله، وشكر تاني للكابتن عبد المنعم الحاج. على فكره يا عبد المنعم الحاج يعني من اول الناس اللي كانوا عايزين اروح نادي الترسانة، من اول الناس وانا لسه طالع يعني. لا تحياتي ليه، وربنا ربنا يخليك يا كابتن، صحه وعافيه. ربنا يخليك يا كابتن.